يعني مثلا سيدي ممكن بالكويت كل اللي موجودين بالقيادة العامة واللي كنت سيادتك تدز عليها تشوفنا، يعني مثلا عندهم تصور ان الحالة المعنوية وصلت لحد يعني لحد الأدنى اللي توصل له، بس من كنا نجي يم سيادتك ما كنا يعني نقدر نقولها بكل يعني بكل حقيقة. مثلا انت تقول بالوثائق، انت شنت تقول يعني شنت تبدي لي عدم ارتياحك من الوضع المعنوي للجيش. واستمر صابر الدوري في حديثه حول كيف أنه في مقره أثناء الانتفاضة قد أصبح مركز شكوى لكل من كان يتذمر من الوضع، وضرب مثلا صعبا حول محافظ المثنى آنذاك الذي صارحه بأنه كان يكذب على